فتقرأ المشهد والموقف دكتور، وما مستقبل هذا الاتفاق؟ مرة ثانية أحييك وأحيي ضيفك الكريم المشاهدين. طبعا المرندي رجل الحقيقة أكاديمي ومستشار للوفد الإيراني، أما عبد اللهيان فهو متخذ قرار، هذا وزير الخارجية، وهو يعني الذي يوفد إلى الحوار مع المجموعة الأوروبية ومع الأمريكان، وبالتالي الحقيقة هو الذي يعني لديه التصور الفعلي. جوزيف بوريل أيضا قال قبل أيام أنه نحن الآن يعني أبعد مما كنا عن الوصول إلى اتفاق، وبالتالي يعني مؤشرات عدم الوصول إلى اتفاق أيضا الحقيقة واردة. طبعا كل هذا الكلام الآن والردود وحتى التلميح بإيجاد مثلا التحرك البي 52 مثل ما شرح أخي القحطاني، وأيضا يعني القيام ببعض التحركات التهديدات الإسرائيلية، هي الحقيقة عملية رافعة، عملية ضغط على الطرف الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن يبدو أن الطرف الإيراني على الرغم مما يعانيه من متاعب اقتصادية إلا أنه يعني أكثر صبرا وجلادة من الطرف الآخر، وينظر دائما بتفاؤل أنه ممكن أن تصل معنا إلى اتفاق، بالرغم من أنه إيران لا تزال على مواقفها، لم تتنازل لا عن متابعة آثار اليورانيوم التي يعني يقول الأمريكان والأوروبيون أنهم وجدوها في أماكن معينة، ولا عن رفع العقوبات الاقتصادية عن البنك المركزي وعن الشركات المتعاملة مع إيران،